لا تزال تراتيل قداسهم اليومي تصدح في كاتدرائية مار يوسف للكلدان في بغداد. زيارة الحبر الأعظم للبلاد منذ أيام انتهت، يرى فيها بعضهم بصيصا خافتا نحو تغيير أفضل لأبناء الطائفة، وآخرون يجدون أن سنين الظلم والتهجير تتطلب أكثر من الكلام. أكيد النية الطيبة والخير موجود في الكثيرين، لكن تحويل كلمة الله وكلمة الأخوة من نظريات من حبر مكتوب على ورق إلى واقع معاش، هذا يتطلب الكثير من الاجتهاد والتعب. هذا ما لا نلاحظه جديا في واقعنا المعاش. قبل أعوام مر شبح تنظيم الدولة الإسلامية من هنا، هجر قاطني حوش البياع في الموصل بعد أن سوى 4 كنائس تاريخية بالأرض مع 1000 من المنازل. مشاعر سوداء يحاول المسيحيون تبديدها، لا يريدون سوى لصور جديدة أن تسكن أحياءهم المدمرة وتعشش في طوبها. زيارة البابا فرانسيس انتهت منذ أيام لن تطوى ذكراها، يريدونها معلقة على ما تبقى من جدران، عساها أن تبدد الظلمة وتدفع نحو عودة المهجرين مع بداية جديدة. أقربائي وجماعتي وكل الجماعة السريان الكاثوليك والأرثوذكس والألمان والكلدان، كل بيوتها بهاي المنطقة هي سموها حوش البيعة، أكثر من 1000 2000 3000 بيت واقعة راحت مساحتهم، يعني الأساس مالهم ضايع، فإن راد إعمار هاي المكان بركة يعودون المسيحيين، وهذا الشيء ما أعتقد يصير. طويل طريقه وإن كان مفروشا بسجاد أحمر، البابا عبر بكلماته عن هموم أثقلت أبناء طائفته في العراق، عن سنوات الآلام والاضطهاد تلك. كانوا يخشون قبل زيارته التعبير عن مخاوفهم، لكن اليوم باتت لديهم الجرأة والكثير ليقولوا قبل أن يغادر.